السلام عليكم، أنا محمد غنايم. هذا المقطع الوحيد الذي أريد منك أن تشاهده لنهايته. ربما ستشعر أنك طبيب خلال مشاهدتك لهذا المقطع. وقبل أن أبدأ أريد أن أجدد شكري لكم على وجودكم، فأسأل الله أن يقول لنا في نهاية كل مجلس: قوموا مغفورا لكم وما ذلك على الله بعزيز، فهذا مجلس علم. تعرفون كأي طبيب لابد من القراءة المستمرة في الأبحاث والدراسات التي تجرى يوميا في مختلف أنحاء العالم حتى تبقى على اتصال واطلاع بمستجدات الأمور الطبية. فالطب يتغير وتطور بشكل سريع جدا. قرأت دراسة جعلتني أصور هذا المقطع لكم، وكانت بعنوان: إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية وتأثيرها على الدماغ. دراسة خطيرة جدا ونتائجها أخطر، والمشكلة لا يعلم عن هذه الدراسة سوى أقل من المجتمع. فأنت بإذن الله في نهاية هذا المقطع ستكون من القلة التي تعلم عن هذا الأمر. لنبدأ الأمر إحصائيا. في عام 2016 كان هناك 23 مليار زيارة على المواقع الإباحية. هذا الرقم ارتفع إلى 28 في عام 2017، ثم ارتفع إلى 91 مليار زيارة في العام الماضي 2018. طبعا هذا الارتفاع المتفاقم في الزيارات أعتقد أنه غير صادم لك، صحيح؟ لأننا أصبحنا نتعامل مع الأمر بشكل بسيط وهين. كن open minded man، لا تعقدها. حتى أنه أصبح يندرج تحت مزاح الشباب مع بعضهم بتلك المشاهدات وما يشاهدون، والعياذ بالله. يعني باختصار، كلما تقدم الزمن كلما أصبح الحرام أسهل. هذه الجملة نشرتها على صفحتنا على الفيسبوك، ووجدت تعليق من أحدكم حفظه الله يقول: لا أتفق. سأجعلك تتفق الآن يا عزيزي. قبل 150 عاما من الآن كان هناك فيلم أمريكي كان به مشهد لقبلة عابرة. هذا المشهد أحدث ضجة كبيرة جدا وقتها، وكان الناس يطالبون الحكومة بمعاقبة القائمين على الفيلم بسبب هذه القبلة العابرة. ثم مضى الزمان، وفي عصرنا الحالي لا يكاد يخلو فيلم سواء عربي أو أجنبي مهما كانت طبيعته: دراما، أكشن، رعب، من مشاهد دعني أقول إباحية. وانتظر قليلا أيضا لنصل لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: القابض على الدين كالقابض على الجمر، يعني بمعنى آخر الحياء بدأ بالذوبان. ملخص كل ما قلناه إلى الآن أن الحرام بدأ يتزايد بشكل كبير جدا في عصرنا الحالي، ويتزايد مع مرور الوقت. ومن هذه الأمور ظاهرة مشاهدة الأفلام الإباحية، وسنتكلم عن هذه الظاهرة من ناحية طبية الآن. دعني أعطيك نظرة سريعة عن طريقة عمل الدماغ لديك. الآن ربما ستشعر أنك طبيب. هذا جانب من جانبي الدماغ كما تشاهد. المنطقة المضيئة في المنتصف تمثل ما يسمى بنظام الليمبيك سيستم. هذا النظام نوعا ما يتحكم بدماغك وانفعالاتك، تمام؟ مثلا هذا القسم يسمى بالهيبوكامبس، له دور في التعلم والذكريات، يعني عندما تتعلم أو تتذكر شيء ينشط هذا القسم من الدماغ، وهكذا. مثلا هذا القسم يسمى استرياتم، له علاقة بالسلوكيات والعادات. مثلا عندما تعتاد مثلا شرب النسكافيه صباحا، هذا القسم من دماغك يخبرك بذلك دون أن تشغل نفسك بالتفكير ماذا سأفعل صباحا، هو مباشرة يتفاعل ويقوم بعمل نسكافيه لنفسك بهذه البساطة. الآن الجزء الأهم لنا في هذا الموضوع هو هذا القسم الذي يسمى بالإميغديلا، يعني هي بمثابة مركز المتعة في الدماغ. يعني أنت تشعر بالمتعة بسبب تحفز تلك المنطقة. المتعة أقصد بها أي شيء يجعلك تشعر بسعادة غامرة جدا، مثلا الفوز بكمية كبيرة جدا من الأموال، النجاح في شيء صعب جدا، العلاقة الزوجية، تعاطي المخدرات إلى آخره، شيء يجعلك تشعر بسعادة غامرة، تمام؟ عند تفعيل تلك المنطقة، منطقة المتعة، تشعر كما قلنا بالمتعة التامة. علميا تتفاعل كالآتي. الأمر بسيط: الخلية العصبية في هذا القسم يأتيها إشارة كهربائية، هذه الإشارة الكهربائية تجعل الخلية العصبية الأولى تطلق مواد إلى الفراغ بين الخليتين، ثم هذه المواد ترتبط في مستقبلاتها على الخلية الثانية، مما يسبب إفراز مواد للطرف الآخر من الخلية الثانية، وهكذا تتواصل الخلايا مع بعضها. الآن للشعور بالمتعة، المادة التي تفرزها الخلية بعد تلقيها إشارة كهربائية هي مادة الدوبامين. هذه المادة كما قلنا تفرز من الطرف الأول ثم إلى الفراغ بين الخليتين، ثم ترتبط ببروتينات في الطرف الآخر تسمى مستقبلات الدوبامين، وبالتالي ذلك يؤدي إلى حدوث سلسلة من الأحداث داخل الخلية العصبية الثانية، وبالتالي الشعور بالمتعة. يعني مدام في دوبامين يفرز ويرتبط مستقبلاته في الطرف الآخر، شعور المتعة مستمر لديك. طبعا بعد أن يقوم الدوبامين بوظيفته لا بد أن يعود لمكانه،
وهنا يوجد ناقل عصبي خاص يعيده إلى المنطقة التي أفرز منها، يعني المنطقة الأولى، حتى تعود الخلية لإفرازه مجددا عندما يصيبك شيء يستدعي أن تشعر بالمتعة. تمام. طبعا هذا الأمر بشكل بسيط وسريع، لن نستخدم مصطلحات طبية أو علمية حتى تستوعب الفكرة بشكل أسرع. كل ما شرحته إلى الآن يحدث في دماغ الشخص السليم عندما يستثار ويشعر بالمتعة، فيفرز الدوبامين بمستوى محدد وقليل وهكذا، ثم يعود الدوبامين إلى مكانه ويذهب شعور المتعة، فالشعور المتعة يكون لحظات أو دقائق، وهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى. يعني لو شعرنا بالمتعة 24 ساعة سننسى الهدف من الحياة أساسا، ولو شعرت 24 ساعة بالمتعة يعني لن يكون دماغك قادر على فعل أي شيء آخر. الآن في حالة تعاطي المخدرات، يعني لنفترض أنك تناولت مخدر لأول مرة في حياتك، كوكايين مثلا، ماذا يحدث لك؟ الكوكايين يعمل على إغلاق هذه المناطق، وبالتالي لا يستطيع الدوبامين العودة لمكانه بعد أن أفرز. كما قلنا يعني الدوبامين يجب أن يعود لمكانه بعد أن يقوم بالارتباط بمستقبلاته، ولكن إذا تعاطيت الكوكايين يبقى الدوبامين في مكانه في الفراغ بين الخليتين، وبالتالي يستمر في الارتباط بمستقبلاته، وبالتالي يستمر شعور المتعة لديك مدة أطول. أو مثلا عندما تأخذ الميثام فيتامين، هذا يعطيك شعور متعة مضاعف عن الكوكايين. لماذا؟ لأنه يمنع عودة الدوبامين ويزيد إفراز الدوبامين في نفس الوقت، وبالتالي شعور عظيم جدا للذة. طبعا أنت عندما تناولت الكوكايين لأول مرة لا تدمن هنا، مثلا في العمليات الجراحية يتم إعطاؤك مخدر بدرجة الكوكايين ولكنك لا تستيقظ بعد العملية وأنت مدمن على المخدرات. ولكن في حال أعجبك الشعور واستخدمت الكوكايين مجددا في جسدك سيرتفع الدوبامين، ولكنك لن تشعر بنفس اللذة التي شعرت بها في أول مرة تعاطيت الكوكايين، لأن هناك في الدماغ نظام يسمى نظام الأدابتيشن أو التعود، يعني الجرعة السابقة لم تعد تؤثر، فيحتاج المدمن إلى زيادة الجرعة وهكذا إلى أن يصل إلى الإدمان. الآن تقول الدراسة أن مشاهدة الأفلام الإباحية تعمل مثل إدمان المخدرات بالضبط، فمشاهدتها تعمل على زيادة إفراز الدوبامين بكميات كبيرة طوال مدة مشاهدتك لها، وبالتالي الشعور باللذة. تقول الدراسة أنه بعد عدة سنوات من إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية يصبح مهما شاهدت لن يؤدي إلى ارتفاع الدوبامين بالمستوى المطلوب للمتعة، فيضطر المدمن إلى مشاهدة الشذوذ وبالتالي الانحراف الجنسي. وصلت الفكرة؟ فعندما نسمع عن أشخاص مثلا قاموا باغتصاب أطفال، الأمر لم يبدأ معهم فجأة، بل نظرة العلم في ذلك أن هؤلاء الأشخاص لم يعد يفرز الدوبامين لديهم في حالة العلاقة الصحيحة، وبالتالي بدأوا يبحثوا عن الشذوذ وبدأوا بانتهاك الأعراض وتلويث المجتمع. طبعا ننوه هنا أنه عندما تشعر بالمتعة لا يقتصر الأمر فقط على الشعور بالمتعة وانتهى الأمر، بل يمتد تأثير ذلك إلى مناطق مختلفة في الدماغ. مثلا يمتد تأثير الدوبامين إلى منطقة البري فرونتال كورتكس، هذه المنطقة الأمامية لها علاقة بالتخطيط والتفكير وحل المشكلات واتخاذ القرارات، يعني هذه المنطقة هي التي تجعلك تخطط وتفكر وتحل المشكلة وتتخذ قرار إلى آخره، فعندما يرتفع الدوبامين يؤثر عليها وبالتالي يصبح اضطراب بها. فنلاحظ أن الأشخاص المدمنين على مشاهدة الأفلام الإباحية يكونون غير موفقين في حياتهم، الحظ ليس معهم، كل شيء ضدهم. طبعا هذا ليس الحظ بل هو رأي العلم وهو الدماغ، بسبب ارتفاع المفرط في الدوبامين أصبح اضطراب في منطقة البري فرونتال كورتكس المسؤولة عن التخطيط والتفكير واتخاذ القرارات، وبالتالي أصبح كل شيء غير موفق في حياتي لأن قراراته خاطئة بسبب هذه المنطقة لم تعد تعمل بالشكل الصحيح لدي. من هنا نستنتج أمر آخر أيضا، أنه في حالة السعادة الشديدة لا يجب عليك اتخاذ أي قرار، لأن السعادة جزء من الشعور بالمتعة، يعني وأنت سعيد إياك وأن تتخذ قرار. يعني أذكر مرة تلقيت خبر صار جدا وكان بجانبي مجموعة من الأصدقاء، فقال أحدهم نريد أن تعزمنا على مطعم نصرة التركي بمناسبة هذا الخبر الصار، فقلت مسرعا موافق وكنت مقتنع وراضي جدا بهذا القرار. المهم يعني الفاتورة تقريبا طلعت 400 دولار، يعني لو في صحون جليد. طبعا هذا قرار خاطئ، فأنا لا أملك ذلك المبلغ شهريا في ذلك الوقت، ولكن هو الدوبامين واضطرابي على منطقة البري فرونتال كورتكس. ملخص كل ما قلته إلى الآن أن مشاهدة الأفلام الإباحية هي إدمان بالمعنى الحرفي، وتؤثر على مناطق مختلفة من الدماغ أهمها منطقة التخطيط والتفكير واتخاذ القرارات لديك، وهذا أمر خطير جدا. فأتحدى أي شخص مدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية أن يكون موفق في حياته. طبعا هذا ليس رأيي الشخصي بل هو رأي العلم كما وضحنا لكم. وأذكر بيت شعر لشاعر يقول، يخاطب شخص اسمه وكيع، يقول: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور
نور الله لا يهدى لعاصي، فكيف لعاصي أن يكون موفق في حياته؟ والعلم يناقض ذلك والدين أيضا. في الدراسة أيضا سلط الضوء على كتاب Your Brain on Porn، جاء فيه إدمان مشاهدة الأفلام الإباحية يجعل المدمنين في حالة سهر مستمر واعتزال للناس، ولا يكونون موفقين أو ناجحين في أعمالهم أو دراستهم أو أصدقائهم. طبعا هذا الأمر وضحناه، أما بالنسبة لمسألة السهر واعتزال الناس يمكنني توضيح الأمر علميا ولكنه سيحتاج 10 دقائق إضافية، لذلك سأتركه. في الدراسة جاء أن هناك 2 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية يعانون من المستوى السابع من إدمان الإباحية، يعني أعلى مستوى، ويحتاجون مداخلة فورية وعلاج فوري. طبعا هذا فقط في الولايات المتحدة الأمريكية، فما بالك بما يوجد لدينا في وطننا العربي. طبعا هذه الدراسة أمريكية فالإحصائية أمريكية، أتمنى أن يكون هناك دراسة عربية بخصوص هذا الأمر. سلط الضوء أيضا في هذه الدراسة على أن الإفراط في إفراز الدوبامين يؤدي إلى اضطراب في إفراز هرمون الإكسيتوسين، وهو الهرمون الذي يفرزه الجسم عند الشعور بالثقة أو الحب. فتلاحظ أن المريض المتزوج المدمن على مشاهدة الأفلام الإباحية يعاني من مشاكل في بيته، مشاكل نفسية، ويعود ذلك بسبب اضطراب الإكسيتوسين. ما الحل لهذا النوع من الإدمان والعياذ بالله؟ الحل من ناحية علمية لن تصدق ذلك. جاء في الدراسة أن الحل هو أن يحصل المرء على علاقة حقيقية رسمية، يعني بمصطلحنا الإسلامي الزواج. فالزواج هو الحامي لشبابنا المسلم من مثل هذه الظاهرة، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم سهل للشباب في أمور الزواج. فنلاحظ أن مشكلة الإدمان على الإباحية ساهم بها المجتمع بسبب غلاء المهور وبالتالي عدم القدرة على الزواج. طيب في حال أن الزواج صعب المنال فما نفعل إلى حين أن يحقق هذا الأمر؟ عليه بالصوم، فإن الصوم له وجاء، وهذا الأمر سأشرحه في حلقة من الحلقات لماذا الصوم يؤثر على هذا الأمر بطريقة مباشرة جدا. ثم تنصح الدراسة أيضا ممارسة الرياضة بشكل يومي، أيضا غض البصر، والأمر واضح وبسيط ولن أطيل الكلام به. أيضا المحافظة على الصلوات والخشوع بها، أيضا هذا يحميك من الفحشاء والمنكر. طيب قد يقول أحدكم الآن يوجد أشخاص متزوجين ولكنهم يعانون مثل هذا النوع من الإدمان وهو إدمان الإباحية، ما العمل؟ تقول الدراسة هنا أن على هؤلاء الفئة من المرضى أن يقوموا ب قطع أي مؤثرات أو محفزات بصرية تؤدي بهم إلى هذا الأمر، حتى لو اضطر إلى قطع الفيسبوك أو قطع التواصل الاجتماعي لمدة أشهر، وذلك الهدف من تنظيم إفراز الإكسيتوسين لديه. في النهاية أحبتي في الله، هذه الظاهرة أطلق عليها كوكايين العصر، تخيل من شدة خطرها وتأثيرها. وأمر أخير قبل أن ننهي هذه الحلقة، تكلمنا سابقا في أحد الحلقات عن موضوع التداول والعملات الرقمية، وجاء الكثير من الأسئلة تطلب منا موعد الحلقة القادمة، فإن شاء الله أجلتها إلى قريب العاجل إن شاء الله، وسأقوم بتلخيص كل خبراتي في هذا المجال لكم. أيضا كان من بعض الأشخاص بعض التوجيهات والنصائح التي أشكرهم عليها والتي لم أكن أعلم بها سابقا، فسيتم معالجتها والأخذ بها إن شاء الله وإعطائكم الصافي بعون الله. شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا عجبكم المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله. سنابل لزراعة الشعر، خطوتك نحو المظهر الجذاب.